العب والأبرع والروح قد إنشاء أهلنا أيها الرب الإله لندخل قدس أقداسك السامي الرفيع وقد طهرت قلوبنا وتنقد من كل نية شريرة فنقف أمام مذبحك المقدس بالطهر والنقاوة والقداسة ونقرب لك بإيمان صادق ذبائح روحية الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. صلوا لأجلنا يا إخوتنا وأحباءنا. باسمي وباسم المونسنيور أفرام سمعان المدبر البطريركي في الأراضي المقدسة وفلسطين والأردن وباسمكم أحبائي المؤمنين في رعية مريم العذراء للسريان الكاثوليك في الأردن نرحب بسيادة المطران مار أفرام يوسف عبا رئيس أساقفة بغداد للسريان الكاثوليك في زيارته الأبوية التفقدية لنا وحيث يعطينا الرجاء في زمن اللا رجاء حيث الخوف والحروب والانقسامات والاضطهادات فبالرغم من مشاغله الكثيرة في بغداد في ظل وضع محرج وظروف غير طبيعية فإنه جاء في زيارته الميمونة ليقول لنا أن صليب كنيستنا واحد في الوطن والمهجر شكراً لكم سيدنا لأنكم كنتم المثال الذي نتمثل به من خلال صمودكم في أرض الوطن ومشاركتكم معاناة شعب العراق ووضعه العصيب من خلال تواجدكم الدائم مع أبناء كنيستنا في بغداد وتشجيعهم وزرع بذرة الخير كي يتشبثوا بأرض أجدادنا ومن إقامة مشاريع روحية وعلى كافة الصعد أيضاً لأن الكنيسة أم حنونة حتى وإن غابت الدولة فهي تحل محلها في زرع قيم العدالة والمساواة والحرية والرجاء شكراً لكم مجدداً وفقكم الرب بشفاعة سيدة النجاة
ومار أفرام شفيع كنيستنا الذي نحتفل هذه السنة بمئويته بارخ مور. بصلوث مودي للتخوة خلون قادي شاي إيرا مرمخ مرملكو إيحي رومين في داب شمايون أودي ثوب خيان الأمو يوثو شمن قادش توم شبح تدخي ثايل دفلو مريم وموت الموتى الدوش وقطلوي بين تليث ويوث قادش أهلنا يا رب أن ننال بنعمتك غفران خطايانا وترك ذنوبنا وجهالتنا في هذا اليوم الذي هو بدء صيام مقدس، وامنحنا أن يسأل بعضنا بعضا بطهارة القلب الصفحة والمسامحة، ويغفر كل منا لقريبه حسب تعليمك الإنجيلي لكي نمارس هذا الصوم بالنقاوة ونستحق الاشتراك بأسرارك المقدسة، ونمجدك الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. طيث لخوين حطو يقابل بورو واشفق لي سخلو بوريو بوري كل راحل الو يقعينو موريو موري خراحيما بارخ مور ولا بولم وحق قديشة من عالم ودام العالم عالم أبو بشمايون اللي راحيما لك قابل تشنشتر موريو موري خراحيما صومي قالوا صبري
توديثا وضرب قولا سور مرمطة بدل بطل أمين أيضا بخل سبال وقل أيضو نشف الناس بارخ مور لذلك الإله المسامح الذنوب والغافر الخطايا الذي وعد قائلا ما جئت لأدعو الصديقين بل الخطأ والذين هم بسوء الحال لذلك القابل دموع التائبين والمرتضي بتنهدات النادمين الفاتح احشى مراحمي للخطأ المرتدين إليه فإليه نتوسل متخشعين لكي يغفر خطايانا ويقبل توبتنا ويصفح عن سيئاتنا لأننا قد صفحنا من كل قلوبنا عمن أساء إلينا الصالح الذي له يجب الحمد والشكر والآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين لك الحمد أيها المسيح إلهنا الذي انحدر من السماء إلى الأرض ليرفع ذلنا لك السجود أيها الراعي الصالح الذي خرج في طلب الخروف الضال ليرد إلى الحظيرة غرافي الناطقة لك الشكر أيها المعد على الأنام الذي أظهر حبه نحونا وفتح أمامنا باب رماحمي وأبان لنا وفور حلمي وإنه يميل إلى الغفران أكثر من الانتقام وبهذا علمنا أن يعفو بعضنا عن بعض لأنه لما سأله بطرس عامة التلاميذ قائلا يا رب كم مرة أغفر لأخي إذا أخطأ إلي هل إلى سبع مرات فأظهر حينئذ مراحمه التي به طبعا وتسلمه إلى الغفران بقوله له إني لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات بارخ مور فكمل إذا وعدك الصادق يا رب أنت القائل يغفر لكم لأننا عفونا عن كل من أتغاضنا بشيء وصفحنا عنه فاصفح يا رب عن سيئاتنا ولا تذكر لنا الذنوب القديمة واظهر نحونا غزارة حلمك إننا نتوسل إليك بواسطة عطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك في هذا اليوم الشهيد الذي هو ابتداء صومك المقدس واليوم المدعو يوم الصفح والغفران ونطلب منك بقلب مستحق وصوت خاشعين أن تقبل صومنا وتستجيب سؤالاتنا وترضي صلاتنا وتشفق على الخطايا التائبين بارخ مور وتنظر إلى دموع المتخشعين وتقوي الضعفاء وتسند العاجزين وتثبت القائمين في خدمتك
وتنهض الساقطين من حفرة خطاياهم بجزيل نعمتك، وتغفر خطايا الشام كالقائم بالبكاء أمامك في هذه الساعة، وتنظر إلى بيعتك المقدسة وترفع شانا وتعكم قلوبا راية، وترشد كهنتها وتهذب شمامستها وتريح أنفس الأموات المتقنين على إيمانها، وتتكئهم على مائدة ملكوتك وتقيمنا معهم من على يمينك لكي ما نواجهك بدالة كاملة، ومصابحنا مستنيرة بزيت الأعمال الصالحة، وهناك نصعد لك ذبائح الشكر والتسبيح بغير فتور، ونسجد لك ونباركك أمامك الصالح وروحك الحي القدوس المنبثق منكما والمساويكما بالجوهر والأزلية إلى أبد الآبدين، آمين. بارخ مور من القابل حسيت حوبي وشكور ضحطوه ذكرون الطوباني ذي مهمنين بثرين والملال مولمين حبكم وباسم تريخي دونك كل أغراض الدمين وكل شيء لضع المرأة بيت دفرهم بوخذ كرة مسكونة كلية ورفض خطايا العالم وطلب من أبيه أن يصفح عن خطايا صليبه إذ قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، وبهذا علمنا أن نصفح عن أعدائنا مهما أسانوا إلينا، فالآن يا رب اغفر لنا خطايانا واقبل طلباتنا وبخورنا لأننا اقتداء بك أصفى بعضنا عن سيئات بعض، ولك ينبغي المجد والشكر ولأبيك ولروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. قرن الأحمر يا أرينا الله أرينا الله
رسالة القديس بولس الرسول إلى الرومية بارخ مور. سبحان مريض أسليحي على رحمة والعلمين. يا إخوتي فلتكن محبتكم بلا رياء، كونوا للشر مبغضين بالخير ملتصقين، كونوا محبين بعضكم ببعض بالمحبة الأخوية، وفي الإكرام بعضكم لبعض مقدمين، كونوا في الاجتهاد غير متكاسلين، بالروح حارين، للرب عابدين، بالرجاء فارحين، كونوا على الضيق صابرين، على الصلاة مواظبين، مشتركين في حاجات القديسين، على ضيافة الغرباء منعكفين. باركوا على الذين يضطهدون دينكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفارحين وبكاء مع الباكين، كونوا مهتمين بعضكم لبعض برأي واحد، غير مهتمين بالعاليات، بل كونوا منقادين للمتواضعين، ولا تكونوا حكماء عند نفوسكم، لا تجازوا أحدا شرا بشر، احرصوا على الصالحات لا قدام الله فقط بل قدام كل الناس أيضا، وإن كان يستطاع من حيث هو لكم فسالموا الناس جميعا. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب لي النقمة وأنا أجازي يقول الرب. فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على هامته. لا يغلبنك الشر بل أغلب الشر بالخير. بارخ مور. شد مراني شام شيخم كاروزو ثم حياني ثم من متى اشليح مخرس حيا فرقا آن العلم ابنو خيد دب صومد موران والوان وفاروق ديلاني شام شيحوم من فتح يلود الباسار من فلتا قرشتا مريم والندين وخانواي قال له يسوع إن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وعدكما، فإن سمع منك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع منك فخذ معك واحدا أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين
أو ثلاثة، وإن لم يسمع منهم فقل للبيعة، وإن لم يسمع من البيعة فليكن عندك كالوثن والعشار. الحق أقول لكم، ما ربطتم على الأرض يكون مربوطا في السماء، وما حللتم على الأرض يكون محلولا في السماء. وأقول لكم أيضا، إنه إذا اتفق اثنان منكم على الأرض في كل أمر يطلباني يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات، فإنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون هناك في وسطهم. حينئذ تقدم إليه بطرس وقال لهم، يا رب إذا أخطأ إلي أخي فإلى كم مرة أغفر له؟ إلى سبع مرات. قال له يسوع، لست أقول لك إلى سبع مرات، لكن إلى سبعين مرة سبع مرات. لهذا يجب ملكوت السماوات إنسانا ملكا أراد أن يحاسب عبيده، فلما بدأ بالمحاسبة قدم إليه واحد عليه 10,000 وزنا ولم يكن معه ما يوفي، فأمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولادهم وكل ماله حتى يوفي. فخر العبد له ساجدا قائلا، تمال علي فأوفيك كل شيء. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه وترك له ما كان عليه. فخرج ذلك العبد فوجد واحدا من رفقاء العبيد له عليه 100 دينار، فأمسكه وكان يخنقه قائلا، أوفني مالي عليك. فخر العبد رفيقه على قدميه وطلب إليه قائلا، تمهل علي فأوفيك كل شيء. فأبى ومضى وطرحه في السجن حتى يوفي ما عليه. فلما رأى رفقاه العبيد ما صار حزنوا جدا، وأتوا وألموا سيدهم بكل ما كان. حينئذ دعاه سيد وقال لهم، أيها العبد الشرير، كل ما كان لي عليك تركته لك لأنك سألتني، أفما كان ينبغي لك أن ترحم أنت أيضا العبد رفيقك كما رحمتك؟ وغضب سيده ودفعه إلى المعذبين حتى يوفي جميع ما كان له عليه. هكذا أبي السماوي أيضا يصنع بكم إن لم تغفروا من قلوبكم كل واحد لأخيه شينا الكل خون. أيها الرب القائل،
ما أتيتم ليدعو الصديقين بل الخطأ إلى التوبة، ومن يأتي إلي فلا أخرجه خارجا وأسر بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 صديقا. يا من علمنا في إنجيلك المقدس أن نسبق صومنا بدهن رؤوسنا بزيت البهجة لئلا يظهر للناس صيامنا، فانظر إلينا بعين الرحمة واغفر خطايانا وخطايا عبيدك هؤلاء المتقدمين معنا نحو مراحيك في هذا يوم ابتداء الصوم المقدس. بارك هذا الزيت بقوة بركتك الإلهية وبسلطان كهنوتك المقدس، وأهل الذين يندهنون به إلى اقتبال نعمتك ورافتك والتوبة الحقيقية الصادقة، واختمهم برسم صليبك، واقبل صومنا وصلواتنا بشفاعة سيدتنا مريم العذراء والدتك وتوسلات جميع قديسيك لنمجدك مع أبيك وروحك القدوس. بسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد، آمين. تفضل. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. أيها الأحباء، قبل كل شيء لازم أعتذر منكم على التأخير، لكن ما طول إحنا بالصوم أكيد صليت من شوية مضاعف مو دبل، وهذا شيء زين كثير كويس، برافو هي حتى نبدي صومنا بالصلاة والصوم. قبل ما نبدي أريد أشكر حضرات الآباء مونسينيور أفران سمعان، تعرفونه كثير كويس وراح تعرفونه بعد أكثر إن شاء الله، يروح ويجي عندكم كثير مرات، مدبر الأسقفي، وأيضا الأب فراس دردر راعي هذه الرعية المباركة، هاي للمرة الثالثة يمكن كذا قدسوني، هذيك المرة اللي كان جينا مرة جيتوا أنا ومطراموشي ومرة جيتوا بواحد يمكن كان العالم أكثر واقفين بالهذاك الباب الشارع، يعني أقول نشكر الله شوية خفت مو لازمة إن شاء الله يا ربي. أيها الأحباء، أيضا نرحب بأبونا الراهب هاني جميل اللي معنا بالقداس، وأنا أشكر الشمامسة وأعضاء الجو هونيك اللي حضروا هيا ولهذا القداس الحلو، وأشكر أبونا فراس بصورة خاصة اللي دعاني حتى أشوفكم من زمان، هاي سنتين ثلاثة ما شايفين بعضنا، أنا أيضا ببغداد كمان يعني بقراخوش قليل ما أروح أيضا إلا بالمناسبات، يعني واحد يفرح لما يشوف جماعته تعرفون، نريد نكون بيناتكم، نفرح نكون بيناتكم، نعيش سوا، عندنا كثير أصدقاء اللي كنا معانا بالدراسة، قمنا مع بعض، عشنا مع بعض، حياة حلوة، حياة طيبة، ما كنا يعني نشعر، ولو كنا صغار أكيد كان أكو مشاكل، كان أكو اضطرابات، كان أكو حروب، لكن بعدنا صغار ما كنا نفكر، كنا نخلي القهر والحزن لأهلنا لأبانا وأمهاتنا، هسه ساعات بالعكس أنتم صرتم الآباء والأمهات وأنتم تتحملون، مو صحيح؟ هكذا هي. أحبائي، نحن في هذا النهار قبل شوية صلينا رتبة المسامحة، رتبة المسامحة في طقسنا السرياني فقط، فقط من غير ومن دون كل الكنائس الأخرى تنفرد بهذه المسامحة الرائعة، ليش نسميها مسامحة؟ خاصة قبل الصوم، المسامحة يعني الغفران شيء مهم جدا، إذا ما يكون عندنا
مسامحة تسامح وغفران بعضنا البعض، لا نسلك بالمحبة، وإذا ليس فينا المحبة فنحن شنو؟ ولا شيء، ولا شيء، لأن الله هو محبة وأوصانا بالمحبة وأراد لنا أن نحب بعضنا بعضا، وهكذا أوصى تلاميذه. تعرفون كلتكم في النفيجة وقرقوشي في بلدة حلو، تجمع كبير، كلتنا السريان مجتمعين، يعني ماكو أكيد عائلة ما بيها مشاكل، كم بالأحرى بعد مدينة كبيرة مثل قرقوش بيها 40-50، لكنه كان العالم، كنا نعيش حياة حلوة وكنا مع بعضنا نروح ونجي ونحكي ونتعامل، وإذا أكو مشكلة معينة نتصالح مع بعض أو نجيب الكهنة الكنيسة تتدخل ونحل مشاكلنا بيننا ونغفر. كان عندنا هذا الإحساس والشعور الأخوي، حتى قارو القرب اللي كان بيناتنا، إذا عشائريا ولا أهليا أكيد ناس مرتبطين بناس، لكن مع ذلك كنا نشعر هذا الشعور الطيب اللي كان يجعلنا أن ما نشعر بشيء إلا في السنوات الأخيرة. نعم، نلنا وشفنا، وانتم خاصة الكبار بعمري وفوق شوية يمكن أصغر منيهم، من الثمانينات تلينا بالحروب، حرب الخليج، وبعد حرب الخليج جانا الحصار، وبعد الحصار سقطت بغداد، وبعد سقوط بغداد جابوا لنا داعش، وما أدراك من داعش، تعرفوا أن أنتم عشتم المأساة والمعاناة ولازلتم. صحيح، كلها مأساة، كلها حزن، ما أريد تخور قواكم وتتشائمون من الوضع، لا، نحن أبناء الله وأولاد الله أحرار، والرب يسوع قالنا الإذن يحرركم، وإذا تحررنا فلا نخاف. تحررنا من إيش؟ تحررنا من كل ما هو زائل. شوفوا يعني، شوفوا أنت شفتم عشتم الواقع، طلعتم بدش هاديش بالبناطير، كل شيء تركته، دمروا بيوتكم، أخذوا كل شيء اللي كان عندكم، حتى معدات سيارات دراسات معامل فلاشي ونهب، ما خلوا شيء، ما تركتم شيء، تركتم، ضحيتم. لكن أجي هل على هاي النقطة المهمة اللي وين ما نروح ونحكي بيها، حتى المؤتمرات برا بالخارج، هسه كنا بروما وكان عندنا مؤتمر مع سين البترك مع منظمات قوية أيضا بالعالم، رحنا قدسنا لهم بالرعاية، طبعا نحكي مع أسادنا، وهذا الشرع شيء شرعي هو وحقيقة، يعني لازم نرفع صوتنا والعالم يعرف، هلا ما كان يعرفون بينا أبدا، ولا كان يعرفون أكو سريان بالعالم أصلا ولا بالعراق. قلنا لهم الحمد لله والشكر، شعبنا شعب مؤمن، وهذا الإيمان ورثناه ما من صدفة ولا من القراءة والكتابة،
ولا من أحد جاقالنا. أخذنا الإيمان من الحليب اللي رضعناه من أبوينا، من تربيتنا، من نشأتنا كمسيحيين. وكنا نفتخر بأنه ماكو واحد من بلدتنا قرقوش كنت ترك بيته أو بلده. دينيا كنا نحن الأولين، وطنيا احنا عطينا الشهادة من أجل الوطن، وكنا نفتخر بهذا الشيء. ولازم تحنون انتم بهذا إلى الآن إلى البلد، وراح تشعرون لما تستقرون في بلد آمن راح يكون حنانكم وعطفكم وميلكم ورغبتكم بالعودة. لكن نشكر الله تعالى طلعتم برغبتكم، طلعتم بإرادتكم، ولا واحد ما جبركم ولا الكنيسة تجبركم. قراركم خاص، قراركم مقبول، قراركم كل واحد بالنسبة له حكيم. كثير منهم يقولون ايه نريد نشوف يا سيدنا، حكيت على الحروب وعلى القلاقل وعلى المشاكل، وبالأخير ابتلينا بكورونا. شوف يعني من كل الجهات، ما اريد اتشائم قلت لكم لا، لكن اكو ناس اختاروا ان يروحون يعيشون بحياه امن اكثر، تامين شو ما قلتوا لمستقبل اولادهم. الله يكون بعونكم، الله يوفقكم. واللي يشعر بانه فعلا بعد حياته هي ان يعيش في العراق، فهذا الشيء يكون فخر كبير اكثر. نجي على موضوعنا الصوم. انتم احنا عيدنا هذاك الاسبوع، انتم على التاريخ تقويم الشرقي تعيدون غدا، هو اول يوم الصوم. بهذه المناسبة الكريمة، الصوم الكبير اللي هو فرض ما بس كنسي، كنيسة توصينا أن نصوم، لكن المسيح علمنا أن نصوم. يسوع صام 40 يوم و40 ليلة. ما هو حتى نسير رشيقين بس مودة الرشاقة، ناس قاموا ما يتعشون، ناس يروحون على الجيم، ناس يركضون. بس راح تروحون لما تطلعون خارج تشوفون الناس يطلعون بالشوارع يركضون، إذا بنات وإذا نسوان وإذا رجال. ليش؟ حتى لا يسمنون، حتى يفقدون السعرات الحرارية. لا، هذا ما هو الصوم. الصوم اللي صامه يسوع صحيح من الأكل. أول تجربة، شوفوا بالصوم الشيطان يشتغل أكثر، لازم ندير بالنا. لما واحد يتقدم إلى الحياة الروحية وللصلاة، فالشيطان يكون حوالينه دائما حتى يوقعه ويسقط أكثر من يسوع ابن الله. يجي يجربه، أش كان تجارب ماله الشيطان ليسوع؟ هاي خطايا البشر، شهوة، شراهة. يلا أنت قلوا، أنت إيش كنت تعمل 40 يوم؟ جعت لهاي الحجر إذا تقول شير خبز. شوف كيجربوا، يقدر يعمل يسوع ابن الله، عمل عجائب أقوى من هاي. لكن الشيطان يجي يعلمني يعطيني درس، انت يا فلان
كي تشوف عنده تعرف جيبه مليان دولارات ومليان فلوس، روح خذها وعيش طيب وتونس. انت تعلمني اخلاق الي كمسيحي انا ومؤمن. هذا تعابه، تعابه هذا، ليش ياخذ انا؟ ما من حقي. شوفوا هذا الانسان الفطر جربه الشيطان، تعال صعده على الهيكل. شوف اذا تقع هسه قال له راح يجون الملائكه يشيلوك. تمام هاي صحيحه، لكن انا اسمع الشيطان؟ انا اسمع الشيطان؟ لا. يقول لابونا تعال، ابونا تعال، يلا يلا دي صلي على هاي الماي راح يصير خمر، صلي على هذا الخمر يصير ماي. ابونا 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 خلي الله اذب نفسي من فوق، صلي لي حتى لا اتاذى. الله ما يتعامل مع المجانين. تشوفون وبالاخير المجد تكبر العظمه الشوافه ممالك الدنيا. شيطان ساعده فوق اعلى الجبال، كل هاي مالتي، كل هذا العالم، بس اسجد الي، اركع اسجد لي واعطيك اياه كله. هو اللي عمله يسوع، اللي عمله هاي كلها بي كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، يقول مريم يوحنا في الانجيل. شوف تجارب العظمه والشهوه والشراهه. قالوا يا شيطان، اخترت كلمه نقولها بالقرقوش، ملعنة له، ملعنة، ملعون فعلا ملعون. قالوا لربي الهك تسجد وله اياه فقط تعبد. هذا هو الله، هذا هو يسوع. نقدر احنا نجاوب الشيطان لما تجينا تجربه من هذا النوع؟ هذا هو صومنا. على هاي النقاط الثلاثه، شراهه، شهوه العين، شهوه الجسد، الاملاك، لا تكون متعلقين. وثانيا الشو ما قلته، والقلقوشي بطل بهالناحيه، ايمان ما يتركه مستحيل. كان عندنا قرقوش لما طلعوا، انتم شفتم يمكن اكثر مني، انا كنت ببغداد بس سمعتم الجماعه اللي بقوا جود عاش قالوا لهم ان يتركوا ديانتهم تختارون، قال لهم لا، اما الموت جزيه او تصير تغير دينك تصير مسلم. قال لا اقتلوني، هذا شيء قوي قدام موت. هكذا نتشجع، هذا ايماننا. وين ما نروح كثير مرات يصير نزعل بيناتنا مع جماعتنا مع اصدقائنا مع رفيق، قل اوه ليش مغدي داي بياسه، استغفر الله استغفر الله. لا 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 انا بدمر ليث مغدي داي قديش. فايو الاحباء لنبقى على ايماننا ثابتين غير متزعزعين. يقول مار بولس نتحمل، وتحملنا كثير، واعتقد ما تجي مثل هالايام بعد. نصلي لاخواننا اللي بالعراق كلهم، ونصلي لكم الله يوفقكم ايضا، ونكون بتواصل دائما. الشيء اللي اطلبه منكم لا تبيعوا الشيء اللي عندكم، انتظروا لا تبيعوا، خلوكم طريق الرجعه تواصل. ربنا يدبر، اولادكم تصيرون كبار يشتغلون ويكونون حالم، واللي كبير بينكم ممكن يجوز يعجبه يرجع على بيته. لا تتركوا بيوتكم، لا تبيعوها للغرباء.
هذا الشيء اللي نطلبه منكم. نحاول أن تبقى بلدتنا لتشيلها مقاوة صافية نظيفة، ويبقى هذا الإيمان وهذا الشعاع نور المسيح والعذراء كنيسة الطائرة مار يوحنا ومار زينة ومار ياخب وكل إيتها، كل الكنائس مالنا هي تحمينا أكثر ما أعطينا الشهداء إحنا بغداد كنيسة سيدة النجاة. شابين قسان اثنين راح 48 واحد من الصغار من الكبار حتى الحوامل حتى العرسان كانوا بعد جداد، مو سهلة. تحملنا كل شيء احنا من أجل من؟ هذا فخرنا، هذا اعتزازنا، وبهذا نصرنا. هو قالنا لا تخافوا أنا غلبت العالم، وراح تشوفون أنتم تغلبون العالم بصبركم. والله يخليك ماري، راح نسيت نفسي. الله يبارككم والله يوفقكم، أب وابن وروح القدس، آمين. نؤمن بإله واحد. من قلوس قريلا إيسون. أيها الإله الرحيم القدوس، يا من أعطانا مائدة مقدسة روحية بابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلص يسوع المسيح، اقبل بعين الرضا تقدمة هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا يا رب موهبة روحك القدوس، أهلنا لندوى ميقوت سادسك بقلب طار وضمير صالح، أنعم علينا بذلك السلام الذي منحه ابنك الوحيد تلاميذه القديسين، حتى إذا ما تبادلنا السلام بقبلة مقدسة نوادي الحمد لنعمتك القادرة على كل شيء، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم. السلام. ونعطي السلام كل واحد منا لقريبه بقبلة مقدسة وإلهية. سلام المارن أبونا. من بعد هذا السلام المقدس المعطى لنا لنحن رؤوسنا امام الرب الرحيم امامك ايها الرب الهنا.
نسجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب، ونطلب منك يا رب أن تبسط يمين حنوك على عبيدك هؤلاء المنحنين أمام عظمات جلالك الرهيب، وتبارك غنم رعيتك المفتدى بدم ابنك الوحيد الطاهر، احفظها واصف عنها وقدسها، واجعل أن يتنال على محياها رسمك الحي، فيعرف العدو أنها رعيتك المفتدى. فنرفع إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. فلنقف حسنان يا إخوتي بالخوف والورع والطهر والقداسة والحب والإيمان الحق، ولنتأمل خصوصا بالتقوى في هذه التقدمة الرهيبة المقدسة الموضوعة أمامنا التي يقربها بنا الطوباوي ويقدمها لنا لله الأب رب الكل ذبيحة حية رحمة وسلاما ذبيحة وشكرا لتكن محبة الله الأب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله مع جميعكم لتكن نقولنا وافكارنا وقلوبنا فوق الاله الذي امر الرب الهنا نشكر الرب بمخافه انه لواجب باروخ مور إنه لواجب ولائق أن نسجد لك ونمجدك يا من حقا أنت والله الأب مع ابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أتيت بنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا ولم تغب عنا عند افتقادنا حتى صعدتنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت آتي. إننا نشكر لك لابنك الوحيد روحك القدوس يا من يقف أمامه في صفوف القاروبيم الكثير العيون والصاروفيم المسدس الأجنحة، وهم يشهدون نشيد الظفر وأفواه لا تصمت وبعبارات لا تهدأ مع الساجنود السماوية صارخين وهاتفين وقائلين I'm living.
الحسن وكل القداسة أنت أيها الإله الآب مع ابنك الوحيد ومع روحك القدوس قدوس وكل القداسة أنت ومجدك عظيم جدا إنك هكذا أحببت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لأجلي لكي لا يهلك كل من يؤمن به فلتكون له الحياة الأبدية. أود خاذيث وخولم دبرون وثود أحلم في نجمار لليو أود بي مسلم وحلف حيدون مفرقونه ساب لحمو والده وقادي شوثو قاذف شاد لشما يهودي باريخ وقادي وقصو ويبذل تلميذة وشليحك ذومار سبخ والميني أونو إيثا فغرودي أودي أحلوف يكون وأحلوف ساقيب بيثق سومي ثيب شقون ودحطوهد والحايد العالم علمي أخواذ وخوص من بوثر دحشيب كان مازم من حمرة من ما يوودي باريخ وقادش وخالط عم يمي يا بن ثلميذة وشليحك هذا ومار سابش تومينك والخون أنا إيثا مودي يا ثيق يا ذاتو أود أحلف فيكون وأحلف ساقيب مثل شيذ ومثيهب شقون ودحطوهب والحايد العالم والمين وأضاف ربنا لتلاميذه قائلا اصنعوا هذا لذكري كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي بارخ مور إننا نذكر يا رب وصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجلنا صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي برافة كل إنسان بحسب أعماله فبيعتك ورعيتك وشعبك الحاضر ها هنا يناشدك لتبيج معك في ملكوتك وتبتيل بك ومعك إلى أبيك قائلة ارحمنا أيها الإله الآب الضابط الكون ونحن أيضا يا رب ارفعنا بجميلك نشكرك عن الكون ومن أجل الكون لك نسبح لك نبارك لك نجوم ومن دار القبور رب الاله اشفك يا صالح وارحمنا بارك يا سيد ما رب هذه الساعه وعباد الوقت يا احبائي لان الروح القدوس ينتقل وينحدر مرفرفا على هذه الأخرسية الموضوعة ويقدسها فانتصبوا بهدوء وخوف وصلوا السلام معنا والأمن لجميعنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب أشفق يا صالح وارحمنا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم أيمان اللحم هنا وبارم يقرض مرام يشوع مشيحون والخوص هنا ودمودي لدمران يشوع مشيحون آمين بارك مور لتكون هذه الأسرار المقدسة لكل من يتناول حياة وقيامة ومغفرة لخطايانا وشفاء للنفس والجسد وإنارة للعقل وتبريرنا أمام عرش مسيحك الرهيب ولا يبيدنا أحد من شعبك يا رب
لكن أهلنا إذا ما عملنا وخدمنا أمامك بين عينينا أيام حياتنا كلها لنتنعم بأسرارك السماوية الخالدة والمحيا. أعزائي أريد أقلكم اليوم هو عيد مراب فرام البارحة مع سيدنا البترك عملنا قداس كبير مراب فرام السرياني في كنيسة سيدة البشارة كان بحضور بطريركان الراعي الموارنة وأيضا مراب فرام الثاني لإخوتنا السريان الأرثوذكس وهاليوم ايضا معانا مونسينيير افرام مبروك عزيزي كل عام وانت بخير ان شاء الله دائما يا ربي الصحه والعافيه ولسنين طويله وعيد سيدنا كمان عمر افرام واحد فقط ظهر على الارض بلا خطيئه وهو ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد مبرر العظيم لجنسنا الذي نرجو أن ننال به الرحمة والصفحة عن خطايانا وخطاياهم أرح يا رب أنفسهم واغفر نقائصنا ونقائصهم واعف عما اقترفنا أمامك بإرادة وبدون إرادة بمعرفة وبدون معرفة ونذكر الآن خاصة والدة الله مريم العذراء القديسة الدائمة البتورية والرسل الإلهيين والأنبياء والقديسين والشهداء الظافرين وجميع القديسين الذين أرضوك لتحفظنا صلواتهم وتضرعاتهم من الشرير وننال الرحمة في العالمين كي يسبح بهذا كما في كل أمر ويمدح كثيرا اسمك الكريم والمبارك واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين كما كان في البدء والآن وثابت إلى أبد الأبدين ودار الدارين آمين فلتكن مراحم الله العظيم ومخلص يسوع المسيح مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد ومع روحك Thank you.
أيها الحي والرب الكريم، أهلنا أن ندعوك بثقة ونقاء أبا قدوسا، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، بارك مرجلي يا رب، لا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير ومن كل من يحاكي، لأن لك الملك والقوة والتسبيح ولابنك الوحيد وروحك القدوس الصالح الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. آمين. السلام لجميعكم. روحك. فلنحني رؤوسنا للرب. أمامك يا رب. بارك يا رب هؤلاء الذين حنوا أناق أنفسهم وأسادهم أمام حنانك، قدسهم احرسهم اجعلهم أطهارا بلا عيب ولا شيبة، ليرضوك أيام حياتهم كلها، فنرفع نحن إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. آمين. فلتكن نعمة الثالوث الأقدس غير المخلوق الأنزل الأبد المتساوي في الجوهر ورحمته مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. لننظر بخوف ورهبة. الأقداس للقديسين وللأطهار تعطى. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح الحي القدوس، المجد للآب والابن والروح القدوس، الإله معنا الآب الواحد القدوس الذي خلق العالم بحنانه. آمين. معنا الابن الواحد القدوس الذي خلصنا في آلامه الثمينة. آمين. معنا الروح الواحد الحي القدوس المتمم والمكمل كل ما كان وما سيكون. وعد الله كل من ياكل جسدي ويشرب دمي ويؤمن بي
احبائي عفوا بخصوص المناوله راح نناول بالايدين، اذا نحط ايد اليسار على ايد اليمين ثابت ونتناول بايد اليمين. بعد ما نتناول راح يكون سيدنا حاضر امام المذبح حتى ناخذ بركه المسحه مباشره من اليمين ومن اليسار. قرباني وبصلة ذلك المبرر فنحن غفران لأبنائك وبناتك يا ابن الله الذي أتى لخلاصنا وسيأتي لأجل بعاثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. أبسط يا رب يمينك غير المنظورة وبارك هذا الجمع الساجد لك المقتبل جسدك ودمك الكريم بمغفرة الذنوب وصبر السيئات وبياض الوجه أمامك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد. فلتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حامل هذه الأقداس وعلى وهابها وأخذيها وعلى كل من تعب واشترك فيها مراحم الثالث القدوس في العالمين إلى الأبد. Thank you.
يا لخد بهرام
المجد لك، المجد لك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد، المجد لك يا سيدنا يسوع المسيح، جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الحي الغافر الذي شربناه، لا يكون للدينونة والقصاص بل الحياة الأبدية وخلاص جميعنا، ارحمنا. مودنا الخلوان في هاتي رويت، مودنا الأخ وقبلنا أن طيب ثوق. نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة، لأنك ألتنا على غير استحقاق منا للأسرار السماوية الخالدة، أي جسد المسيح المحي ودمه الفادي، فاجعلنا إذن أهلا لقبولها، حتى إذا ما قبلناها بقداسة وضمير طاهر الأيام كلها، نتقوى لصدق ما يديك يرضيك، فنرفع إليك الحمد والشكر إلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الدهرين. السلام لجميعكم. لنحني رؤوسنا للرب. أمامك أيها الرب إلهنا. اللهم يا من تنازل برأفته وتواضع من أجلنا بوفرة نعمته ولطفه، يا احفظ واختم ابنائك الساجدين لك بيمينك الظافره، فنحفظ بلا ضرر بقداسه الاسره التي اخذنا، اجعلنا الا نعود الى الخطيئه، فنتخوى بك ونرفع لك الحمد والشكر والى ابنك الوحيد وروحك القدوس الان وكل آن والى أبد الأبدين. قرين الأخ مريم أورا تلعذرا نشمع به أوثا وبيض رحمي النفشا مريم أورا مورا دير ودملا خشمع به أحبائي. قبل صلاة الختام نشكر سيدنا مجددا على المحبة اللي أفاضها علينا من خلال مجيئه ومن خلال تعبه، ونتمنى له إقامة موفقة، أيضا راح يزوره في حيص ومأدبة، وأيضا نشكر أبونا المونسنيور أبونا أفرام أيضا على مجيئه اليوم إجام القدس مباشرة، وأبونا هاني اللي دائما في قلبنا جميعا، واليد اليمنى اللي كأخوة ككهنة نشتغل مع بعضنا البعض في خدمة المهجرين العراقيين في هذا البلد. أحبائي أيضا مثل ما تعودنا نودع، مثل ما يقول المثل، مثل ما بتودع بتلاقي، فنودع
أربع عائلات، هم عائلة الأستاذ هيثم بردة اللي أغنانا بثقافته وأغنانا بمجالات ثقافية وإبداعية في المهجر في هذا البلد، نشكره شكر خاص وعميق. وأيضا نشكر الشماس خالد بهنام ميخا شمعون أيضا على كل الخدمات اللي قدمها لنا برحاب الصدر وبصبره على أبونا هواية صبر عليا. فأيضا نشكر أيضا نودع عفوا عائلة سيد رغيد كامل دعو ومؤيد القس توما. بعد أكو عائلات مسافرة شي، نتمنى للجميع إن شاء الله. أعوذ بالسلام يا إخوتنا وأحبائنا، فنحن نستودعكم نعمة الثالث الأقدس ورافته مع الزاد والبركات التي أخذتموها من مذبح الرب المبرر البعيدين والقريبين، الأحياء والأموات المخلصين بصليب الرب الغالب والموسومين بوسم العماد المقدس، فليغفر الثالث الأقدس ذنوبكم وليصفى عن زلاتكم وليشفي مرضاكم وليرح نفوس موتاكم. قم بسلام وأنتم فرحون ومسرورون، وصلوا لأجلنا والله يوفق الجميع.